تتحدثي اللغة العربية. من ذكرتم؟ هو يقول لي لا تتحدثي العربية هنا، لا تستطيعين الحديث باللغة العربية. زهري وري وري وري. هو يحاول الاعتداء علي الآن. يقول لي عودي إلى بلدك، يقول لي عودي إلى بلدك، ولا يوجد مكان هنا للعرب. يحاولون الاعتداء، حاولوا أو بالفعل هم اعتدوا علينا أثناء هذه الجولة مشاهدينا الكرام، وتستمر. نحن الآن بصحبة البوليس التركي، هو حاول الحفاظ على الأمن لدينا. هذا الرجل اعتدى وقال لا تتحدثون اللغة العربية هنا، هنا تركيا. وهذا ما حدث الآن.